ففي هذا البلد وفي هذا الميدان النقل يعد بنجد اسما جزائريا كبير المعنى ومشرق الإبداع. الخدمة ممتازة جدا وفي احترامات ووقت ممتاز يساعد الواحد يكون متزوج وعنده الأطفال، ونخدمه خمس أيام في الأسبوع. هي البداية في العمل هي تكون تخدم كأنك متنقل تتغطي كل الأماكن، وبعد سنين مع طول الخبرة يعطولك رقم محدد، طريق محددة تعملها. مثل أنا نعمل طريق محددة رقم 15، ما نعملش حاجات واحدة إلا رقم 15. هما الشغال هنا إيرلنديين ما عندهمش الوقت ضايع، هو يحب كي يلحق الخدمة تاعو على الساعة السابعة، أنت لازم تكون على الوقت في السيتي سنتر في العاصمة، تكون على الوقت. وحتى كيكونوا يستناو فيك مع الوقت الحالي اللي رانا نشوف فيه الشتاء، ما يحبوش يكونوا يستناو في الحافله، يستناو وقت طويل. ماذا بهم يجي في الوقت، خاش كل لاري فيه الوقت، يعرفك الوقت يتحك. وبهذا النموذج تكون الجاليه الجزائريه بدبلن قد حازت احترام الجاليه العربيه والغربيه والاجنبيه الاخرى. نحن عندنا 8 كاميرات في هذه الحافلة. عندنا 8 كاميرات في هذه الحافلة. عندي واحدة هنا، واحدة راهي فوق من هنا فوق، عندي واحدة قدام الباب، هم ثلاثة دايرين قدامي، واحدة راهي من اللور، وواحدة مع الطلعة تاع الدروج، وراهم زوج الفوق، وواحدة من برا. من برا كي واحد يحبسك وما تحبسلوش، راهي كاميرا تشهد عليك. تشهد عليك الكاميرا. الله يعني. راهي من برا قدام الميلة. نوريها لكم من بعد. راهي محطوطه لبرا، تصور اي لاري كيما هكذايا، كون يحط كسر يده ما تحبسلوش، كي تليفوني يقول لك الرقم فلاني الوقت فلاني ما حبسليش، كي تقول لا الكاميرا شهدت عليك. فهذه هي الحلوه. يا هاي فرانكي. Yeah, just I'm here doing with the movie, you know, and just I want to talk to you, just I want to listen to your voice. I'll be there in 45 seconds. Okay, no problem at all. وعن علاقة هذا الجزائري مع الزبون الإيرلندي يقول بن جدو: ما فيش مشكلة، اللي عنده تيكي تاع أسبوعي يحطه في الماشينة هناك، واللي عنده الفلوس لازم يحط الفلوس، ما فيش أوراق. الفلوس فيكس كيما نقولوا، يورو يحط يورو، ما يحطليش ناقص يورو ولا زايد يورو، خاطش ما نعطيلوش الصرف هنايا. وعملية التوظيف في هذه الشركة الإيرلندية للنقل تتوقف على شروط عدة يقول بن جدو. هما ما فيش شروط كثيرة، هي تكون عندك اللغة والاحترام الوقت والرخصة السياقة والاوراق الاقامه، ما يحوسوش على الجنس تاعك ولا الديانه تاعك، ما يحوسوش على هذه ولا انت شكون ولا ما يحوسوش عليها. يعني مش كيما ربما في ايطاليا ولا فرنسا يعني. نو ايطاليا فرق كبير، انا عشت سنه في ايطاليا ما قدرتش نتحملها، عشت 91 في ايطاليا ما قدرتش نتحمل، فرق كبير. ما هنا يحترموا الانسان وحقوق الانسان، يحترموها بزاف بزاف. وبعد انقضاء يوم كامل من النشاط والمثابرة يتوجه بن جدو إلى المركز الإداري لهذه الشركة الأوروبية للنقل. ورغم الوضعية المزرية لبعض المهاجرين الغير شرعيين هنا بإيرلندا، ظهرت بعض الجمعيات الجزائرية كجمعية الجزائريين بإيرلندا، وأمام تعقيدات الحياة ومنادات العديد من الجمعيات بضرورة تسوية وضعية المهاجرين الغير شرعيين، فإن هذه الجمعية الجزائرية لم تنتظر لحظة واحدة في مد يد العون لهؤلاء المهاجرين الغير شرعيين. هذا مشكل صعب جدا، مرات تأخذ 6-7-10 سنوات باش يعني تحصل على أوراق، كل إنسان يحصل عليها بطريقة تختلف،
وخاصة الشباب تاعنا مساكن عندما يجيو، وهذه نقطة مهمة، يجيو هنا بفكرة يقول أنا ماشي على الخارج كل سهل. كان هنا عندهم 20 سنة ما عندهمش أوراق، ما يعرفش كيفاش يتصرف، يجيب أوراق كيفاش يعمل أوراق، ومسكين أهمل. وقد رافقت فرقتنا رئيس هذه الجمعية الجزائرية العربية إلى مقبرة نيوكاسول، هذه الأخيرة التي دفن بها بعض الجزائريين منذ سنوات خلت. مشاهدينا، نحن هنا في مقبرة نيوكاسول بالعاصمة الإيرلندية دبلن، ويحضر معنا السيد موسى والسيد محمد. سيد موسى، يعني أسماء كثيرة جزائرية مدفونة في هذه المقبرة. نعم، فعلا فيه أسماء كبيرة من الجاليات العربية وخاصة الجالية الجزائرية، فيه بعض الأخوان جزائريين يعني تتهم ألمانيا في هذا البلد، نرحم عليهم بهذه المناسبة ونتمنى لهم إن شاء الله الجنة إن شاء الله، ولجميع المسلمين في الغربة. وندعو الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. وهذه ولا سيما يعني أنه أقول فقط يعني، وهذا بقلب يعني حزين، أنه في عائلة جزائرية اللي راهي تشاهد فينا الآن، والأبناء تاعها يعني مدفونين في هذا المكان بالذات يعني. طب هذا صعب جدا، هذا صعب جدا يا أخي سمير، صعب جدا جدا، خاصة الوالدين والأصدقاء والعائلات، كان ما شافوش ابنائهم ممكن سنوات، ومن بعدين يعني يجي نهارهم يتوفوا في الغربة وما يشوفهمش والديهم، يعني هذا صعب صعب جدا. سيد موسى، يعني قلت لي أنه فيه بعض الجزائريين اللي توفوا والعائلة تاعهم ما قدروش باش يجيوا هنا، يعني ما تحصلوش على تأشيرة باش يجيوا يشوفوا الأبناء تاعهم، ولا سيما الجزائريين يعني اللي متزوجين بإيرلنديات. طب هذا يعني صعب صعب جدا، هذه يعني تكلمنا فيها عدة مرات، نحاول يعني نتكلم مع المسؤولين ممكن في السفارة باش يساعدونا باش على حصول الفيزات، إلى يسهلوا الأهل تاعهم يعني يجوا يشوفوا أبنائهم، على الأقل يحضروا دفينا ويدفنوهم، يعني على الأقل يكونوا مرتاحين. صح. ويدفنوهم على الأقل عن الطريقة الإسلامية، يعني فيه ناس مساكن نسمعوا باللي فلان توفى ممكن شهر بعدين أسبوع بعدين، ما نعرفوش يعني كيفاش تدفن مسكين وفي أي مكان كذلك، ما تعرفش حتى المكان، حتى تسمع في الجريدة يعني قال واحد يعني ما عندوش كثير يعني تقريبا سنة توفى مسكين هنا، حطوه في الجريدة نجري ونلموا ونلموا ونلموا، دي فوا ما تحصلش المبلغ لأن غالي تقريبا 5000 6000 يورو باش تاخذوا الجزائر. صح. يعني غالي تقريبا ممكن مره على مره اسبوع اسبوعين باش تلم هذاك المبلغ، وهو مسكين يعاني. صح. موسى، قلت لي انه كثير يعني من الشباب كذلك توفوا يعني في قرى وارياف يعني ايرلندا، وما عندكم حتى خبر عليهم يعني، حتى المكان وحتى ربما المكان اللي مدفونين فيه. فعلا فيه عدة قضايا صراو كيما هذه يعني السنوات هذه الماضية، في شباب كثير مساكن يجوا إلى إيرلندا بدون أي وثائق، عندهم ممكن جماعة عندهم جوازات سفر مزورة، يعني هذه حياتهم الخاصة. صح. ولكن هم باش يعيشوا يظنوا باللي هذه الطريقة يعني يعيش بها، وما راحش ما يفكرش هو في الموت، هو شباب يجري مور الدنيا. صح. ما يظهر له كل سهل يعني، خلاص عنده جواز مزور يعني خلاص يعيش. يعني ويمشي بجنسية أجنبية يعني. بجنسية أجنبية باش على الأقل باش يعيش هو بالنسبة لي، ولكن ولي إيزولي يعني عايش بعيد على الجالية بصفة عامة، مع كاش كونتاكتس، تلقاه في قرية ما كان حتى عربي تم. ممكن مسكين صرات قضية، واحد عنده تقريبا 3 سنوات توفى مسكين الله يرحمه، لقاوه في الجبل حتى أوراق ما عندوش تحته، ما كانش أوراق يعني، الشرطة أخذت الصورة تاعو من بطاقة التعريف لقاوه عنده مزورة، كي جاو يعني يحوسوا جاو عندنا يسقسوا في الجزائريين في الجالية الجزائرية تعرفوا هذا يعني 3 أسابيع باش ظهر واحد صديقه يعرفه، يعني مسكين عانى شهرين باش رسلناه الجزائر. شباب مساكن ما يخموش باللي يوم من الأيام تصل مشكل كيما هذا، ومن بعد هاو إذا ما كناش حتى الأهل يعني نقولوها بكل صراحة، حتى الأهل ما يظنوش أنه أبنائهم في الوضعية هذه، يعني أبنائهم يمشيوا بجوازات سفر مزورة وبطاقة تعريف مزورة. طبعاً الشباب يعني عمرهم لا يحكوا الأهلهم والديهم الحقيقة يعني. صح. بالنسبة لي راه في الخاز راه الحمد لله يعني. صح. ولك شاب وراه شاب وراه يخدم وراه عايش، ولكن هذه يعني نصيحة لجميع الشباب، يا ولدي الدنيا هذه لا هي صعيبة،
لازم الانسان لا سيما في الغربه يعني الغربه ما عندك ني خوك ني عمك ني خالك ني حتى شخص يعني ما والاجنبي ما يرفدك كما يرفدك ولد بلادك اذا كثروا ربما انه يدفن هذا في مقبره مسيحيه يعني.